لكم عليها قبيله. هذا نوع ديال الكي، ولكن هذا ما فيهش كي، هذا خاص الاوجاع ديال الراس والاوجاع ديال الودنين والطنين ديال الودنين. الشرط الوحيد اللي خاصو يكون الودن ما تكونش مريضه، ودنك ما مريضهش الحاجه. كان عندي دوك ديال الفول بي وبي كانش مع القران ولا عطيني استعاره. هذه اللي عطيك استعاره، لا ماشي مشكل، حنا تنقولوا ما تكونش طومبوم تقوب. لا لا لا. يكون دايز بالقيح. لا. أو لا يكون التهاب. لا. هادو ممنوع. ملي ما تيكونوش هادو كاع هاد الأمراض هادو كتوصل لهم، علاش؟ لأنه الغالب ديال الأمراض بارفوا تجينا من داك السمق اللي تيكون عندنا في الودنين. داك الصفر. هذاك تينوضوا الناس تيزولوه. هذاك ممنوع تزولو. ممنوع. هذاك عطاه لك الله. هذا لك الله سبحانه وتعالى تيحمي لك لو طومبوم، الا انه بعد النوبات كيتجمع كيتجمع في بلاصه وحده. ملي كنديروا له هذه التقنيه هذه بحال كيعاود يذوب وتيرجع لبلايصه. سبحان الله. هذاك خصو يكون ما عمركم تحيدوه. والخطا الخطا الكبير الناس اللي تيشدوا لك الكوطون تيش وتبقاو يخوروا به ودنيهم راهم تيهلكوا راسهم. لا واحد النهار الله يحفظ الله يحفظ توصل بدي يخرج لقيه، حيت ما كتخليش المناعه ديالو خليتي عريان، وهو كل ما كديريه كتحفزي له ودن كتبدا تاكلك وكتبدا تضحك وكتشوف. شوف بحال الناس اللي تيمشيو تيعملوا لابيديكور لرجليهم، ملي كيشدوا داك الرازوار اللي تيحسنوا به داك الجلد، كل ما كتحيد الجلد كل ما كتزاد كتزاد لو كور تولي كسيت توجور. ملي كديري واحد الحاجه الجلد فين الاستاد اوجي كامل فوتوكوب تيعطيك ديما الجسد تيعطيك واحد الحركه عكسيه. اذا خليه ترونكيل خليه نورمال. هذا كتسمى لا موكسا اوريكولير. لا موكسا اوريكولير، لا موكسا ديال الودن. باش كنصوبوها هذا غتوب ديال حياتي مع لاسيغ مع العسل الشهد ديال النحل وتنديروا فيه بابي الومنيوم. الشهد الشهد هذا تيدي، انا غادي نوريك غادي نوريك. وهذا سي دو بابي الومنيوم الومنيوم من الداخل. إذا تصوبوه غير بيديكم. غادي تقبض التوب بحال ما هو هذا الزيت ديال حياتي، وغادي تاخذوا الشهد ديال النحل. الشهد لا غير الشمع، وكتبقى تحكوا على التوب حتى كيولي هكا من الجهات بجوج حتى على شي تفصيل ولا شي غربال ولا شي حاجه، وحكيه مزيان. وكتشدي هذه 7 سنتيم ولا 8 سنتيم كديري فرشه ديال بابي الومنيوم. علاش؟ حيت هذا هو الكونديكتور دو لا شالور، هذا هو اللي تيخلي السخونيه تدوز. مفهوم؟ الثوب ما يعطيكش السخونيه، ولكن ملي كنديروا ليه بابي الومنيوم تيخلي داك السخونيه كدوز. ملي كنديروا فحنا درنا الثوب وهذا درنا حكينا عليه الشهد ديال النحل درنا البابي الومنيوم، كتاخذ قلم الرصاص كدوز وتاخذ لو كيتور وتقطع هو تيعطيك الموكسه سهله؟ لكن حتى القطار فيها الزيت العود كتقطر الزيت العود ما مزيانش بزاف الحاجه. عندهم تياكلوني كنديرو لا بزاف الزيت العود ما مزيانش. هذا الزيت الاصل اللي كيعملوا في الاذن ديال يوطا يوطا شنو هو واحد النبته سنة كيقولوا السنة النبي ولا شي اسمها سنة مكي سنة مكي حسيت لي كيعملوا معروف كيعملوا الاذن هو الزيت اللي كيتعمل في الاذن كيف ما كانوا كيديروا الناس القدام سي لا ماسيغاسيون ديال الزيت العود في الثومه مع الثومه اولا كنديروا البصله اولا كنديروا خل ناطف هذا سميتو قول لي البيض اللفت اللفت لو نابي انت هو تاع المصير تعقدوا فيهم عاد تدير عاد تدير ولا الزيت العود ما تفوتش نقطه صافي شويه هكا حاجه تتخشي هنا صافي خاصني نسدالها ولا نخليها شدي هكا ما تدفعيها ما والو صافي سالينا هي غادي تبدا تسمع شويه تبدا تحس السخونيه دافيه غير شويه ماشي شي سخونيه ملي غادي تنوض دابا شويه تنوض بالك الله لا راح بابي طلع لي مينيوم واش غادي غادي طوال ها حدو هنا هذا تقريبا فيه 25 سنتيمتر كتكون عندك واحد 5 سنتيمتر ديال البابيير هو تنستعملوه غير كونديكتور فهمتوا دابا لا تكنيك شنو هي؟ اذا اش كتسمى؟ لا موكسا اوريكولير لا موكسا اوريكولير لا موكسا ديال
الودني. وهذه التقنيه رائعه في الامراض ديال الشقيقه، في الامراض ديال الودني، الطانين ديال الودني، الدوخه، سمعتوا الصداع. اكونديسيون تنقول لكم ما تكونش الاذن مريضه، ما تكونش انفيكتي معفنه، يكون فيها الديح، يكون طومبون طقوب وداك الشيء، لا ممنوع. كاين موش الله هو اللي العسل كاملين ديالي العسل غالي العسل نقول لك الشت تاع الحال غاجيب لك هو اصلا ما عنده علاقه بسميتو هو ما عنده ما يدير به كيتباع عند الشباب الكيلو كتباع ديجا بدواب وكتحكو فحال الشمع حيت ما صافيش البريد مزور هو اللي كيعذبوا على الصيغ ويعذبوا به كلشي لا وا واش شحال العسل راسها لا لا سمي غير كشي لا 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 بغيت يكون عندك هاد البانس هذا باش كنحيدو دوك لي ريزيدو اللي تيبقاو في الودن ديال هذا هادي لا موكسا تراديسيونيل وهادي كتباع هنا كتباع تتباعوها هادو كيتباعوها هكا هما حاليا باش نجمر الشاي انا تنفضل نصوبهم هادو تيجيبهم صحاب لا باغا لا بارا فارماسي كي اللي تيفهم تيكون عنده الكليان ديال هادشي هذا تيجيبو تيتبع يعني حتى الا ما قدرتيش تصوبهم وتجبرتي نهار تجبرهم في السوق هنايا حيت كي اللي تجبرهم ما تعرفهمش كيصلح صح ما كاينش لا موكسا اوريكولا الموكسا ديال الودن